اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نبتدي كعادتنا بالاخبار اللي معانا. بدايتنا مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي اجرى اجتماع امبارح تابع فيه جهود الدوله لتعزيز الحرف التراثيه والمنتجات اليدويه على مستوى الجمهوريه. ووجه سيادته بمواصله تقديم كافه اوجه الدعم لاصحاب الحرف التراثيه للمحافظه عليها وتنميتها، وده في اطار استراتيجيه الدوله لدعم اصحاب المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر. يمكن يا منى مش بس بنتكلم في دعم المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، واحنا عارفين ان السيد الرئيس بيولي اهميه كبيره بده، لان كمان في الحقيقه امبارح كان في اجتماع في غايه من الاهميه للدكتور مصطفى مدبولي دوله رئيس الوزراء. ترأس هذا الاجتماع في نسخته الرابعه للمائده المستديره حول صناعه الهيدروجين الاخضر في مصر واللي اقيمت بمدينه العالمين الجديده، وقال رئيس الوزراء ان مصر اخذت اجراءات مهمه جدا خلتها بتحتل مكانه تنافسيه في قطاع الهيدروجين الاخضر. ويمكن احنا عارفين ان احنا يعني واخدين خطوه جاده في هذا الامر تحديدا، وفي عدد من البروتوكولات تم توقيعها اثناء استضافه مصر لكوب 27 في مدينه السلام. خلونا نعرف تفاصيل اكثر في هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة جهود الدولة لتعزيز الحرف التراثية والمنتجات اليدوية على مستوى الجمهورية. ووجه سيادته بمواصلة تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية للمحافظة عليها وتنميتها، وده في إطار استراتيجية الدولة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور فعال في النمو الاجتماعي والاقتصادي. كمان خلال الاجتماع تم استعراض تجربة الرائدات المجتمعيات في مجال تعزيز وعي المرأة والأسرة والمجتمع. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء النسخة الرابعة من المائدة المستديرة حول صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر اللي أقيمت بمدينة العالمين الجديدة. وقال رئيس الوزراء إن مصر اتخذت إجراءات مهمة جعلتها تحتل مكانة تنافسية في قطاع الهيدروجين الأخضر بفضل توافر الإرادة السياسية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر على النحو المبين في رؤية مصر 2030. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة لإلغاء خدمة التظلمات لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وإنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن. وشددت على إن خدمة التظلمات لطلاب شهادة الثانوية العامة سارية وتعمل بشكل طبيعي دون إلغاء، وهيتم فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم طلبات تظلم من خلال الموقع الإلكتروني لتظلمات الثانوية العامة، على أن يتم فحص التظلمات في الأماكن اللي بتحددها الوزارة بالمديريات التعليمية لكل محافظة. امبارح أطلق منتدى السياسات العامة التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع اليونيسف مبادرة بنفكر لبلدنا بالعاصمة الإدارية الجديدة، واللي بتستهدف طرح 50 فكرة مبتكرة في إطار رؤية وتوجهات الدولة المصرية لتعزيز تنافسية واستدامة الاقتصاد المصري. وبيتم ده من خلال تنظيم مسابقة بحثية لتقديم أوراق وسياسات متخصصة في 5 محاور رئيسية، هي تعزيز الصادرات المصرية في الأسواق الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز إيرادات قطاع السياحة وتعظيم تدفقات تحويلات العاملين بالخارج وتعزيز إيرادات قناة السويس، مما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثالث الميداني، واللي بيأتي في إطار خطة التدريبات السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وده بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. يمكن احنا عارفين ان محافظات مصر بتشتهر بالعديد من الفنون الشعبية. خلونا نروح لجولة المحافظات، لان في محافظة الاسماعيلية بيتم الاستعداد دلوقتي لانطلاق المهرجان الدولي للفنون الشعبية في نسخته الثالثة او رقم 23 تحديدا، واللي من المقرر ان يشارك فيها 10 فرق من المحافظات بجانب فرقة رضا والفرقة القومية للفنون
الشعبية، فأعتقد ده حدث من الأحداث المهمة جدا اللي كتير بينتظرها عشان نشوف بقى السمسمية والحاجات اللي احنا متعودين عليها من الفرق الفنون الشعبية اللي موجودة في محافظات الجمهورية المختلفة. أما في محافظة الدقهلية فهيتم أو تم قبول تخفيض القبول بالمرحلة الثانوية ل 237 درجة. ايضا امبارح في المحافظات تم تحسين اكثر من 248 الف راس ماشيه للوقايه من الامراض الوبائيه في الشرقيه. اما بورسعيد بيتم الاستعداد لاطلاق المهرجان الدولي لمراقبه وتصوير الطيور في نسخته الثانيه. خلينا نتابع. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الإسماعيلية تم تدشين الاجتماع التنسيق الأول لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في نسخته 23 اللي بيحظى بشعبية كبيرة لدى مواطني محافظة الإسماعيلية، ومن المقرر مشاركة 10 فرق من المحافظات بجانب مشاركة فرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية. كمان هيتم إقامة معرض للكتاب ومعرض للفنون التشكيلية على هامش المهرجان. في الدقهلية اعتمدت المحافظة المرحلة الثانية والأخيرة للقبول بالصف الأول الثانوي العام بمجموع 237 درجة للناجحين بالشهادة الإعدادية بدلاً من مجموع 243 درجة، وده بعد حصر الأماكن المتبقية ببعض المدارس بالإدارات التعليمية بنطاق المحافظة. في الأقصر تم إلقاء 250 ألف وحدة زريعة سمكية من أسماك المبروك الفضي بمرسى الوطنية بالبغدادي بالأقصر، وضمن تنفيذ خطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة في المصايد الطبيعية وتلبية احتياجات المواطنين من خلال عمليات إنزال زريعة الأسماك لزيادة المخزونات السمكية بصفة مستمرة. في شمال سيناء أكدت المحافظة أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام الجديد 2023-2024 بلغت 455.616 مليون جنيه، وده بخلاف الاعتمادات المركزية، وهيتم توزيعها على مجالس المدن لإقامة المشروعات والمرافق الخدمية على مستوى المحافظة. في الغربية شهدت المحافظة تدشين فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي بمشاركة عمال شركات قطاع الأعمال وأهالي مركز كفر الزيات، وده تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية دعم ورعاية قطاع العاملين بالشركات والمصانع وتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لهم. في الشرقية أكدت مديرية الطب البيطري تحصين 248139 رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 3838 رأس ماشية، وتم تنفيذ الحملة عن طريق 245 لجنة خلال الأسبوعين الماضيين. في أسوان بتشهد المحافظة تنفيذ إجراءات التشغيل للموقف الإقليمي لسيارات السيرفيس بمدينة أسوان الجديدة، واللي تم تنفيذه على مساحة 5 أفدنة وبتكلفة 20 مليون جنيه في إطار الرؤية الشاملة لخلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات والمرافق بوسائل جذب حديثة ومتطورة. في البحر الأحمر انطلقت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى المحافظة، وبتبدأ أعمالها خلال شهر أغسطس من قرية الزعفرانة شمالاً التابعة لمدينة راس غارب، بعدها تنتقل لقرية الأمل والجرف بمدينة القصير. في بورسعيد بتستعد المحافظة لإطلاق مهرجان بورسعيد الدولي الثاني لمراقبة وتصوير الطيور في نوفمبر المقبل، وده بمشاركة العديد من الشخصيات الهامة وعدد من الوزراء والسفراء والفنانين والسياسيين. وبتعتبر بورسعيد أول محطة رئيسية لاستقبال الطيور المهاجرة، وبتقع على المسار الرئيسي لهجرة الطيور من أوروبا لأفريقيا والعكس.